بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في قناتي دكتور أورج. لو مهتم بالعزف وبالموسيقى أو حابب تتعلم، فيديو النهاردة عن إزاي تبقى عازف أو إزاي تتعلم الموسيقى من موبايلك بس من غير ما تشتري أي آلة موسيقية، من خلال برنامج بسيط ومتداول لجميع الفئات العمرية. البرنامج موجود على جوجل بلاي، هنبدأ نحمله مع بعض. نفتح الجوجل بلاي وهنبحث عن أورج 2022 وهنبدأ نحمل الأورج. طبعا هو متحمل عندي. الأورج بيستخدمه أكتر من 100 مليون عملية تنزيل. مساحته 64 ميجا بايت. الأورج اشتهر جدا في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا وبالأخص على اليوتيوب. حملنا دلوقتي الأورج، هنبدأ نفتح الأورج، ودي الواجهة بتاعته. الأورج فيه ميزات لا تحصى ولا تعد، هسيب لكم رابط التحميل بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هنبدأ نتعرف على بعض المفاتيح الهامة والضرورية اللي محتاج تعرفها علشان تقدر تعزف، ولكن مش هنحتاجها كلها علشان مش هنعرفها دلوقتي كلها علشان وقت الفيديو، ولكن هنعمل لها فيديو ان شاء الله مخصوص. دلوقتي هنبدأ من اليمين هنا، زر الباور اللي هو الاحمر ده اللي بيفتح الأورج وبيفصله. تحتيها زر صدى الصوت اللي هو البيدال، بتقفل صدى الصوت وبتشغله من هنا. عندنا هنا السيتنج اللي هي الاعدادات بتاعت الأورج، ودي هنعمل لها فيديو ان شاء الله مخصص علشان نعرف ازاي نخلي الأورج بتاعنا احترافي. فيها لوحة المفاتيح طبعا، وعدد لوحة المفاتيح والاتصال والتحكم. نبدأ نتعرف على كل الكلام ده. عندنا هنا سيت، السيت اللي هو بيتحمله على الأورج بتاعك من خلال هذا الزرار، من خلال هذه الحافظة، ولكن ده محتاج ان يكون الأورج متهكر، لان دي النسخة المدفوعة بتاعت الأورج، ولكن هنعمل فيديو إن شاء الله مخصص عن كيفية تهكير الأورج. عندنا هنا المينيو والإكزيت بتاع الخروج والسيتنج بتاعة الضبط. عندنا هنا كلمة تيمبو دي بتتحكم في سرعة الإيقاع بتاعت الطبلة. والبكرة دي بتتحكم في السرعة بتاعتنا. عندنا هنا الأوكتاف والترانسبوس، دول بيتحكموا في التون أو النغمة بتاعت الآلة اللي أنا بستخدمها. أوكتاف، لو أنا حركت الأوكتاف ده يمين يبدأ الصوت يرفع معايا، بنقل الأوكتاف. طيب لو أنا حركته شمال بيرجع تاني. تمام. عندنا هنا الدرامز مط اللي بتقفل الصوت بتاع الايقاع. عندنا هنا الزرار اللي في النص الاحمر ده الستارت او الستوب بتاع الايقاعات، بتبدأ منه وبتنهي منه الايقاع. عندنا هنا الفاريشن بتاع الايقاعات اللي بينقل الايقاعات من اوكتاف للتاني او من كوبليه للتاني لو انت اثناء العزف. وهكذا. عندنا هنا طبعا الشاشة بتاعتنا اللي فيها الإيقاعات على الشمال، هنا كلمة دانس ممكن نضغط عليها ونغير. عندنا كل دي إيقاعات موجودة عندي على الأورج بتاعي، إيقاع عربي، تركي، إندونيسي، وإيقاعات كتير طبعا، في كذا إيقاع عربي وأفغاني وإسبانيش، وفي إيقاعات كتير جدا. وفي عندنا هنا الأصوات بتاعتنا اللي هي زي الأورجان وزي البيانو.
طبعا عندنا هنا السترينجز الجميل بتاعنا، وعندنا أصوات طبعا كتير جدا، عندنا بيتش 1 و 2 و 3 و 4، عندنا الأكورديون، طبعا دي النسخة المدفوعة بتاعة الأورج، ولكن احنا هنتعلم مع بعض ازاي نهكرها ونخلي فيه هنا على البيتش ده علامة ال VIP بتاعة النسخة المتهكرة، اللي نقدر نحمل عليها أصوات عبد السلام، ونقدر نحمل عليها أصوات شعبي زي الربابات والعريض وكل الأصوات اللي احنا بنحبها. عندنا هنا فوق كلمة مود، دي اللي بتحكم فيه، بتخلي الأوكتافين فوق بعض. هنا عندنا كلمة تاب، دي بتفتح لنا شاشة أو بتفتح لنا أوبشنز كتير أكتر. وعندنا هنا كلمة ريكورد أو بلاي، دي اللي بتسجل أي معزوفة أنت بتعملها أو بتمسحها، أو لو حابب تغني ممكن تغني من خلال المايك ده. عندنا هنا اليو اس بي ميدي، دي اللي بتتوصل بالميدي كيبورد، او لو حابب توصلها بكيبورد بتاع لوحة مفاتيح بتاعة كمبيوتر. عندنا هنا كلمة ميكس، دي لو حابب تدمج صوتين مع بعض، يعني زي الاكورديون مثلا، انا كده بختار آلة، مثلا بختار آلة واحدة بس، الاكورديون بنقل بختار آلة واحدة بس، طب لو حابب احط الاتنين مع بعض بضغط عليها هنا لغاية لما يظهر لي كلمة ميكس، وابدأ اشغل الآلة التانية. لغيت بلغي بخلي، عندنا هنا كلمة أو حرفين اللي هي الكيو تي، كيو تي دي بتضغط عليها بتظهر لك هنا حاجة اسمها علبة السيكا، دي السيكا الشرقي أو الشعبي اللي أنت لو حابب تعزف أغاني شعبية تعزفها من خلال هذه السيكا، هنبدأ نتعلمها مع بعض إن شاء الله في فيديوهات تانية. عندنا هنا طبعا البيتش اللي بتحركه بيعمل موجة أو بيعمل ارتداد أو امتداد في الصوت، وتحتيها نفس القصة المسطرة دي برضو مع العزف أو أثناء، تمام. عندنا الساكسفون، وعندنا أصوات جميلة هنا لو حابب تغير أي صوت بتضغط طبعا على الآلة، تمام، تضغط على الآلة كده تبدأ تفتح لك القائمة دي، تغير من أي صفحة أنت محتاجها وتجيب أي آلة أنت محتاجها. دي نظرة عامة على الأورج وعن الأزرار بتاعته، ولكن كيفية الاستخدام وكيفية العزف إن شاء الله هيكون ليها فيديوهات تانية مع بعض. أتمنى إن شاء الله أكون فدتكم، وأتمنى إنكم ما تبخلوش عليا بلايك وشير للقناة. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.